السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام، كيف الحال فضيلة الشيخ مصطفى؟ الحمد لله بخير لله الحمد والشكر. كنت أريد أن أسألك سؤال. سل في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، بعض الأشخاص يقولون أن الزبور موجود قبل القرآن لأن الذكر هنا المراد به القرآن، هل هذا قول صحيح؟ لا، ليس بصحيح، لأن داود كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام والزبور نزل على داود، إنما الذكر هنا هو التوراة، وكلمة الذكر تتعدد معانيها يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. ولقد قال تعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، مفهوم كده؟ لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر. وقيل يعني الذكر فيه قول انه التوراة والثاني اللوح المحفوظ. فهمت الكلام؟ نعم. ايوه، جزاك الله خير. وياكم.